للوقوف عند الأوضاع في سوريا والرفض الشعبي لمحاولات التغيير الديمغرافي وعدم إرسال المساعدات للشمال السوري، انضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار. أستاذ ياسر، مرحبا بكم. يعني مع هذه الوقفات الاحتجاجية في معبر باب الهوى، إلى أي مدى شكل الفيتو الروسي خيبة أمل للشعب السوري؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم. يعني أنا أعتقد أن الشارع السوري بالمجمل يعلم أن روسيا ليست صديق وليست صاحبة خيار لمصلحة الشعب السوري، وإنما هي لطالما كرست ديكتاتورية النظام، وكان النظام أداة من أدواتها. لذلك لم يتوقع أحد أن يكون للروس يعني فضلا أو حلا إيجابيا باتجاه إدخال المساعدات. ولكن الذي خيب أماننا هو عدم وجود إدارة غربية أن تتجاوز هذا الفيتو الروسي منذ فترة طويلة. يعني كانت القضية قضية أربعة معابر، وصلنا الآن إلى معبر واحد. نعم. كانت القضية تجدد كل سنتين أو كل سنة، أصبحنا الآن نطالب كل ستة أشهر. إذن هي عملية من المماحكات التي يديرها مجلس الأمن، ويعطي تفويضا للجانب الروسي من أجل إطالة وتسليط يعني العذابات والإتجار بمعاناة الشارع السوري من أجل أن يقبل بإدخال مساعدات من عدمه، ويريد أن يستثمر الآن هذه الحالة من أجل تطبيع النظام وإظهار أن النظام هو حالة يجب على الأمم المتحدة أن تتفاعل معه بشكل إيجابي. أستاذ ياسر، ولكن هنا لماذا تلجأ الدول الغربية للتصويت على قانون تمديد آلية المساعدات، وأنها تعلم جيدا علم اليقين أن روسيا يعني ترتكب وارتكبت جريمة معلنة بتجويع السوريين؟ بمعنى آخر، لماذا تمنح الدول الغربية موسكو هذه الفرصة؟ مشكلة إقرار المعابر وعملية التعامل مع إدخال المساعدات هي قضية قديمة، يعني تم الزج بها على طاولة مجلس الأمن، ما يرى في مجلس الأمن، منذ عام 2014. لطالما كان الحديث يقول أن من خيارات ومن صلاحيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تتدخل إنسانيا في مناطق الصراع، وأن تتدخل بمعزل عن يعني بحسب قوة التي تتحكم في المنطقة ويسمى قوى الأمر الواقع، الذي عرض يعني من أجل أن يكون هناك استثمار واستغلال سياسي لهذا الأمر، تم العرض على أن يكون هذا القرار مبحث على طاولة مجلس الأمن. وبالتالي منذ تلك الفترة كانت الروس يتاجرون بهذه القضية كما ذكرت، وكانوا يريدون أن يصلوا بنا إلى هذه النقطة التي وصلت بها المساحة الآن. إذن الروس يستثمرون قضية المعبر وإدخال المساعدات وعزمات الحالة الإنسانية للسوريين من أجل المفاوضات لتحسين شروط سياسية، ومن أجل تحقيق مكاسب تارة لمصلحة النظام كما ذكرت من أجل التطبيع، وتارة أيضا لمصلحة الروس من أجل الضغوطات التي تعاني منها روسيا على مستوى عقوبات كونها يعني تحتل أجزاء من أوكرانيا. إذا ما تحدثنا عن الحلول، يعني رفض الأمم المتحدة لاقتراح النظام إدخال المساعدات بشروطه الخاصة، طبعا في هذا المفصل يبين حجم الابتزاز الذي يريد النظام ممارسته على الشعب السوري وعلى شمال الشعب وعلى الشمال السوري تحديدا. أستاذ ياسر، ما البدائل المطروحة إذن؟ يعني أولا نستطيع أن نقول أنه يمكن أن يعاد هذا المساحة على طاولة مجلس الأمن وضمن السياق الذي حصل سابقا ستة أشهر، مع أن لا يكون هناك عملية يعني الضغط بخصوص المساعدات التي تمرر داخليا، أو قضية يعني المساعدات التي طالبت بها روسيا زيادة فصل المساعدات من أجل التعافي المبكر. أعتقد أن هذه حالة يمكن أن تصل بها سياسيا. أما الحالة الثانية وهي التي تتمسك بها روسيا حاليا، أن يكون هناك صلاحية للنظام، مع العلم أن النظام ليس له أي سلطة في مناطق الشمال السوري وليس له أي سلطة على سلطة المعابر. إذن عمليا إبراز دور أن النظام يستطيع القيام بهذا الدور أو بهذا الامتياز ظني أنه مصلحة روسية. الأمر الثالث، لا يثق أحد بأن المساعدات التي تدخل عبر طريق النظام هي كانت لطالما كانت مساعدات تسرق ويتم استثمارها سياسيا لمصلحة النظام. إذن نحن سنوكل 5 مليون إنسان على مستوى المساعدات الإنسانية إلى يعني حالة النظام وحصة النظام من جديد من أجل أن يسرقها. أعتقد أن هذه الأمر لا يستطيع أن تتحمله يعني لا مجلس الأمن ولا الجمعية العمومية للأمم المتحدة. لذلك أنا أعتقد أن هناك خيار رابع، وهو
أن يتم المساعدات بشكل مباشر. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر، والاتحاد الأوروبي وهم الذين يمولون صندوق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة بخصوص الملف السوري، يستطيعون أن يباشروا هذا الأمر عبر المنظمات بشكل مباشر وبدون أن يكون للأمم المتحدة أي دور في هذا الأمر. أستاذ ياسر، نبقى في سوريا ولكن ننتقل إلى موضوع الحرائق، يعني توازيا مع رفض تجديد إدخال المساعدات مع هذا الحريق الذي وقع في سوق ساروجة، يعني ما الذي يعنيه لكم كسوريين أستاذ ياسر؟ حقيقة المواطن السوري بالمطلق يشعر بأن هناك مشروع كيدي من أجل تغيير ديموغرافي، من أجل تغيير ثقافة الشارع السوري على منحى متتالي. ظني أن الإيرانيين عندما تدخلوا في سوريا ليس مشروعهم فقط إبقاء بشار الأسد، تجلى ذلك على أرض الواقع. كان لديهم جامعاتهم، كان لديهم حسينياتهم، كان لديهم مشروعهم الثقافي، محاولة التعامل مع الأطفال. الآن من جديد نرى أن المدن القديمة التي كانت لديها إرث تاريخي، نحن نتكلم عن عاصمة الأمويين، نحن نتكلم عن منطقة لطالما تميزت بأنها المنطقة السياسية بالنسبة للفترة العثمانية، كل هذا الأمر يعني عندما يتم حرقه الغاية منه تغييب الحالة الثقافية للمجتمع الدمشقي والمجتمع السوري بالعموم. هذا جانب. جانب الآخر، هناك كنوز إرثية ثقافية على مستوى المعلومات في موجودة في هذه الأماكن. ظني أن يعني عملية إحراقها سيصب في مصلحة تغييب التاريخ السوري، تغييب تاريخ المنطقة، تغييب تاريخ دمشق، وتغييب تاريخ أصول العائلات الدمشقية أيضا الذي كله مؤرخ ويعني مسجل في هذه المنطقة. الأمر الثالث، أعتقد أن هناك محاولة لاستباحة مساحة كبيرة على مستوى يعني من أجل تكوين مزارات مضافة شيعية، أتكلم عن مزارات بجوار مزار رقية، السيدة رقية، أو مزار يعني كما يقال رأس الحسين. أعتقد أن هذه المنطقة القديمة يتم تغييبها عن طريق الحرق من أجل أن يتم بإعادة بنائها وتركيز على المشاريع المزارات بتغييب ثقافة المجتمع الدمشقي وتحويله إلى حالة طائفية بامتياز. أستاذ ياسر، هذه الحرائق المتكررة والهدم في العاصمة دمشق وريف دمشق، هل يمكن أن نطلق مصطلح أن النظام غير جاهز للحل السياسي رغم محاولات التطبيع مع هذا النظام؟ ظني هذا الجواب هو جواب لنفس السؤال. النظام فعلا غير متجاوب بأي حل سياسي. النظام حتى هذه اللحظة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإملائي نرى أن النظام يتبع لإرادة إيرانية الآن على المنحى الداخلي المجتمع السياسي بشكل كبير جدا، وعلى المنحى الدولي نرى أنه يقسم القرار ما بين الإرادة الروسية والإرادة الإيرانية. بالمطلق أنا أرى أن هذا النظام لم يقدم ولن يقدم أي خطوة باتجاه أي حل سياسي، وأن الرعاية والتطبيع العربي الذي يأمل أن يكون هناك أي إنجاز حتى على المسار الإنساني، فأجد أنه هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، كون أن النظام يرى أن أي إصلاحات ستتسبب في عملية خروجه من المشهد السياسي. لذلك لا النظام ولا رعاة النظام من إيران وروسيا يرغبون بهذا التغيير، بتغيير هذا المشهد. أستاذ ياسر، يعني هناك معضلتان في سوريا وهناك مأزقان، مأزق التطبيع من جهة، وأيضا هناك معضلة حقيقة وهي إغراق القضية السورية بالتفاصيل من ناحية أخرى. كيف يمكن الخروج من هذين المأزقين أستاذ ياسر؟ يعني أنا أعتقد أن الموضوع السوري هو موضوع مدول بامتياز. عندما نقول أن هناك قوات تحالف وقوات روسية وقوات إقليمية على مستوى إيران وتركيا متواجدة في المنطقة، أعلم أن هذا الحل أو أي حل سياسي، سيناريو لحل سياسي، سيكون بتوافق هذه الدول المتدخلة بشكل مباشر ولديها قوات عسكرية على الأرض. غياب الإرادة الدولية بإيجاد حل سياسي يتم بتفاهم ما بين هذه الدول لمصلحة الشارع السوري من أجل استقرار هذا الحل وقبوله على مستوى الشارع، أعتقد هذا الأمر يتجلى بشكل كامل وواضح. إذا لا نستطيع أن نحمل لا الشارع السوري بعدم جدية يعني الوصول إلى حالة التحول السياسي أو وجود سيناريو حل سياسي. أعتقد أن من يتحمل هذه المسؤولية هي الدول المتدخلة عسكريا على الأرض، وغياب الإرادة الدولية وإقامة والإبقاء على سوريا كصندوق لتبادل الرسائل. أرى أن سوريا الآن هي صندوق لتبادل الرسائل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وأيضا وما بينها وبين إيران. إذا بالنتيجة عندما يكون هناك إرادة لحل سياسي ويكون هناك حضور واضح للولايات المتحدة الأمريكية لإقرار مثل هذا الحل السياسي، سنجد أن هذه الأمور تختصر
ويكون هذا الحل بشكل مباشر. أما في حالة الغياب فسنجد أن هناك سيناريوهات لإملاء الوقت الفارغ، ولكن لا يوجد أي حالة استقرار واستتباب للأمن في المنطقة. عبر سكان من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار، شكرا جزيلا لكم.